انت هو اللي قالوا عليك امير المؤمنين في سجنان. امير المؤمنين بعد ما يوفى الحوار مش تعطيني 1000 درهم. موظف عنده ضمير على الاخر، تلمو ضميره كبير مش لاهي بروحه برك، لاهي بزملائه، شكون دخل، شكون خرج، شكون جا، شكون مشى، شكون عرس، شكون ما عرسش، شكون ظهرت عليه ما ظهرت ثراء. هذوما ضروريين لكل وزير، معناتها للتوازن البيئي داخل الوزاره. هذا نقبله باش نستفيد من خبراتي. الله يصب لك معناتها.